نهار سرت مع ديك 11 ونص كنتعشاو حتى كنتفاجئوا بان الارض هوات بينا وهبطات الارض هبطات بينا الارض تقلبوا لينا الماء اللي كنا كناكلوا فيهم وداك الشيء شي شويه تمينا غاديين خارجين هاربين كيحسب لينا الزنزال. قبل ما يوقع هادشي جات عندي بنتي كيحسب لها البوطه بعدا كاينه قالت لي ماما كما البوطه غتفرقع ولا شي حاجه خارجه بنتي المرح حتى كتهبط بها الارض صافي بنتي تما غادا هاربه كلشي تمينا غاديين هاربين كتحبوا زنزال. هبطوا الساكنه كلهم 25 ساكن هبطوا كيغوتوا في الزنقه وداك الشيء جا القيد جاو اعوان السلطه داك الشيء مهم داروا الواجب ديالهم جاو البوليس جا الباشا جا كلشي كيعين داك الشيء. النهار الحد كنتفاجئوا بانها كتجي الضحى وتترجع 25 ساكن تقول لهم غير رجعوا ما كايناش خطوره عليكم رجعوا الساكنه دابا راه ساكنين هما انا خرجوني من الدار ديالي كيحسب لي غيصلحوها وليدي حيت ما كانتش بحال هكا كانت شويه على هذا الشيء دابا زادت من البارح شفت ما داروا حتى شي ما كاين حتى شي هذا عيطت للمسؤول اللي كاين في الضوحه قلت ليه اش درتوا معانا راه الدار زادت طاحت يعني السقف بدا كيطيح عليا قال لا نتوما فتوا الكارانتي يعني 12 عام فاتت يعني كون كنتوا 10 سنين قدوا نصلحوها لكم دابا قال لي ماشي ما عندنا ما نديروا قلت ليه كيفاش الكارانتي واش حنايا شارين ماكينه الصابون شارين شي فران شارين شي حاجه اللي فيه الكارانتي هذه راه دار وقرار ديال ارواح الناس وي سكت قال لي اختي انا ما عندي ما ندير لك راه مشيت عند المدير راه قال لي ما نصلحوش ليكم انا بغيت حل دابا راه ولادي كيقراو ولادي كيقراو انا مشرده دابا مشردين حنايا واحد السيد نيت عطانا فين نسكنوا للدار الفوق ولاني راه نفس العماره راه غنطيح راه نقدر نطيح في اي وقت انا حتى انا هو فوق مني عطاني مسكين الله يجازيه بخير ولاني انا راه ما عنديش فين نمشي ما عندي دابا الدراري كيقراو والدري دابا مريضه ليا وحق الله دري مريضه نفسانيا ما قالت لي ماما ديك الدار هي اللي ما ندخلش ليها ولدي الصغير مرعوب والله الا في دارنا دابا خليتهم هذا الشيء غادي وكيتزاد بزاف يعني نهار البارح كنت فاجئ على الجاره اللي حدايا كتصوني عليا في التليفون جينا كنجري وانا وراجلي وصلنا حلينا لقينا السقف كيطيح حتى هوايا وهذا الشيء حتى هويا كيشكل خطوره على الساكنه يعني الساكنه هي ساكنه الجاره اللي فوق مني ها هي غتهود عندي يعني هذا الشيء راه والضحى ما تحركت ما والو بحال حنا ماشي بشر والو ما تحركوش ما جاوا ما داروا حنا دابا فيما الطبله ما كايناش ما لقينا لا طبله لا شبكه لا والو يعني من جاوا الناس كيقلبوا جا واحد المهندس قلب قال لي اختي راه ما دايرش لكم الشبكه ما كايناش قال لي الطبله ما كمعمر لكم بالردم بحال هكا ايوا حنا قال لك سيري جيبي خبير سيري دعي اش غندعي انا الضحى راه هي كلشي يعني كون بغات تجي هي تصلح لينا راه تجي ما بغاتش كنطلبوا من الناس المسؤولين يوقفوا معانا يشوفوا لينا حل في هذا الشيء ماشي غطيح 25 ساكن غيطيح عندي عباد الله انا اليوم عندي غدا عند جاري واش تكون خسائر في الارواح هذا تحركوا دابا فين هما السلطات فين هما المعنيين فين هما المسؤولين حتى واحد ما جا عندنا حتى واحد ما عبرنا بحال حتى حاجه ما طرات غير جاوا سولوا ما وقع لكم والو قلنا لهم لا اش وقع لا واش شي واحد مات شي واحد تنموتوا حنا عاد تنوضوا نتوما اللي بغيت الناس كناشد الناس ديال الضحى والمسؤولين والناس اللي واصلين يجيو يفكروا في هاد الساكنه وفي هاد الناس واش الناس بغيتو تطيح تتموت اش غنقول لك حنا اليوم عندنا هادشي غدا غيوقع لهاد الساكنه كلشي وحنا مشردين ولادنا حنا ما عارفينش حياتنا كي غد انا من نهاري دابا ما عنديش فين نباس والله الا كيعيطوا لي الناس كيعيطوا لي الناس يقول لي شي حاجه كنسمعوا بحال شي حاجه عندك في الدار كنجي وليت كنخاف ندخل انا نموت انا دابا كنهضر معاكم والله الا مرعوبه وحق الله ما كنعش بالليل والله النعس ما كنشوفه وحق الله ولادي حالتهم انا يا راجلي حنا كنعانيو والمسؤولين حنا كناشدوكم الله يجازيكم بخير وقفوا اليوم عليا غدا على جيراني غدا جيراني طيحوا عليا خاصهم يجيو يراقبوا هاد الشيء راه بزاف هاد الشيء والله فينك الضحى فين واش هاد الديور بنين بالكارطون من يقول لي سالات الكارونتي واش هادي الثلاجه فران شنو بغينا نعرفوا حنا راه بشر واش تنموتوا غادي تحركوا راه بقى لنا نموت حنا راه ميتين نفسانيا انا بنتي مدمره انا الله غنعرضها على دكتور نفساني والله البنت ما كتنعش ليا كتقفز في الليل كتغوت عيطوا لي الجيران قال لي شي حاجه ترضخات وبس حسينا بحال شي حاجه تزعزعت جينا كنجريو حلينا انا والزوج ديالي تكنتفاجئوا بان القفص عاود طاح شتي قالوا هذا الشيء صبوه في اليديك زعما جاوا فرعوا لينا هذا الشيء وخلاو الخنز في الدار وزادوا هادو الضحى هما اللي فرعوا هذا الشيء اللي كتشوفي فيه يوم البارح كنعيط للمسؤول واحد السيد مهندس تما قلت له خويا اش درتوا معانا دابا راه هذا الشيء عاود طاح قال لي اختي دازت الكران واش انا شاريه شي ماشينا لافي ولا شاريه شي ناموسيه ولا شاريه شي ثلاجه ولا هي اللي فيها الكارانتي اما البشر ولا الديور راه ما فيهمش الكارانتي يعني هذه خدمتهم هما خاصهم يخدموها يصلحوا هذا الشيء
ما صالحين والو. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.